يا بس شلون هم الابطال؟ ان شاء الله بخير وعافيه. جنرالي ورني هذا شلونه؟ العينات كلها نشركم ياها دسمه جدا مو؟ هو طبعا يعتمد على التكنيك ما شاء الله. هنا عندنا انهر تجري بس حلو مو؟ ها خوش عينه مايكرو اورجانيزم موجود والباص شلون عينه؟ تخبل حلو الابنورماليتيز باعوا شخصوا ده تحبون نسويكم زوم ايه شوفوا شكو. طبعا للأمانة هي تعينات نصيحة تقولوا له للشخص يعني البيشنت المراجع هذه يفضل تدخل كلتشر وسنسيتيف هكذا عينات ما يفضل انه واحد يعطيها علاج دايركت مو زين خصوصا اذا كان البيشنت كبير بالسن ما انصح انه مباشرة لان احنا المتعارف عليه قبل يطوع علاج قبل كورس علاج انتبايتك وهذا ما ينصح به طبعا يفضل كلتشر وسنسيتيف وبعد ذلك تقييم كفاءة كلى يوريا وكريات بعد ذلك إذا يتطلب سونار بعد ذلك يتم صرف العلاج هذه طبعا حسب طب الولايات المتحدة يفضل بهالشكل هذا حتى لا تتضرر الكلى بالعلاجات وخصوصا الانتبايتك اللي تاخذ العالم بشكل عشوائي يعني يطون انتبايتك واسع الطيف ويأثر على الجسم بالكامل يعني حبينا نطي شوية فكرة ويا الجنرال يورن نعمليتوا من الموسيقى بالفيديوهات اللي انشرها مو واعذروني اذا فر على السريع يعني احاول اعطيكم سكان سريع عن اليورين يعني خصوصا تحت المجهر واتمنى انتم هم ابطال ان شاء الله ومن تصورون وتنشرون اتمنى يعني تكون بوضوح وتثبتون يعني الكاميرا مالتكم وبهالوضوح هذا ابطال ان شاء الله استاذ علي يحيى واحلى جنرال يورن ربي يوفقكم ان شاء الله هم قريبا انشركم ستول ايضا وهنا معظم كل الفيديوهات يعني موجوده على البيج الانستغرام وعلى قناتي على اليوتيوب يعني ومستمرين ان شاء الله هنا أنا معن بالنظر اكو اكثر من نوع من الخلايا موجود يعني ايه ركزوا لنا شويه تريدون ازوم لكم بعد يا يعني تدللون ها خاف جماعه يسالون يا شنو الفرق بين الار بي سي والباص هذه هاي اثنينات قدامهن موجودات امامكم باعوهن بين اثنيناتهن ها بالمنتصف وصعب ان يؤشركم بصراحه ولهم قله اللي باعون مو والمايكرو أورجانيزم موجودة خوش عينة طبعا تكنيككم يلعب دور كبير وين بالمجهر تكنيك أهم شيء تكنيككم حلو تشتغلون من قلبكم حتى تطلع لكم هيك عينات وين تحت المجهر اي دمتم صحة وعافية ابطالنا